قبل ما نفوت بتفاصيل نشرتنا الجوية لليلة، خلونا نستعرض سوا الخرائط الجوية للكم يوم الجايين ابتداء من اليوم. الخريطة الأولى بتورجي بوضوح أنه عندنا مرتفع جوي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط عم بيؤدي لطقس مستقر الليلة ولح يكفي لبكرة. إنما ابتداء من نهار الخميس لح بيكون عندنا تمدد لمنخفض البحر الأحمر ولح بيؤدي لحالة عدم استقرار الخميس والجمعة ولح بيجيب معه أمطار متفرقة وصلوج على المرتفعات وتدني بدرجات الحرارة. أما بالنسبة لنهار السبت مستنظرين أن يكون في عنا منخفض جوي بيتمركز شرق تركيا ولح بيؤدي كمان لحالة عدم استقرار مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة أمطار واشتداد بسرعة الرياح. نرجع لليلة، الطقس لح بيكون على الشكل التالي: طقس غائم جزئياً بسحب مرتفعة، الحرارة بتتراوح على السواحل بين 13 و12، بالداخل بالأرس تحديداً 1 تحت الصفر، أما بالداخل بالبقاع 4 بحزبية، 5 بزحلة و4 ببعلبك. طقس الغد لح بيكون على الشكل التالي: غائم إجمالاً بسحب مرتفعة ومتوسطة، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، تتراوح الحرارة على السواحل بين 23 و22 درجة، بالأرز 8، أما بالبقاع بتتراوح 15 بحزبية، 17 بزحلة و16 ببعلبك. تفاصيل طقس الغد رح بيكون على الشكل التالي: مثل ما قلنا غائم جزئياً أو غائم إجمالاً بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع، الحرارة بين 12 و23 درجة، أما الرياح شمالية غربية ضعيفة، حال البحر منخفض موج، حرارة الماء 18 درجة والرطوبة بين 40 و80%. طقس الأيام الجاية رح بيكون على الشكل التالي: إذن غداً غائم إجمالاً بسحب مرتفعة ومتوسطة الارتفاع، الحرارة 12 ل23، ارتفاع درجتين عن اليوم. أما بالنسبة لنهار الخميس والجمعة عندنا حالة عدم استقرار مع أمطار متفرقة، خاصة الخميس بعد الظهر وصباح الجمعة بتتساقط الثلوج على 1600 متر، الحرارة بتتراوح بين 12 و18 نهار الخميس، أما الجمعة بين 12 و18 كمان. بالنسبة لنهار السبت بيكون غائم إجمالاً ورح نتأثر بمنخفض جوي شرق تركيا، عندنا تدني إضافي بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بين 11 و17، أما بالنسبة للثلوج تتساقط على 1600 متر خلال النهار، وبحال استمرت الأمطار لغاية الليل ممكن نشوف تساقط للثلوج خفيف على 1400 متر. هيدا كان كيشي لليلة، منرجع لعند ديما وماريو.